الله وبركاته. أعزائي طلاب مقرر ديت للإدارة، أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة. إن شاء الله نتناول اليوم النقاط التالية: نهاية الدوال المثلثية، نهاية الدوال المثلثية، هنتعرف على الدوال المثلثية ونتعرف على نهاية الدوال المثلثية، نهاية الدالة المعرفة بأكثر من قاعدتين، هناخد تفاضل الدوال المثلثية ثم تكامل الدوال المثلثية. قبل ما نستعرض في النقاط الأساسية لمحاضرة اليوم، أنا استرجع ما تناولناه سابقا في الجزء الخاص بالنهائيات، وهو نهاية الدالة عند نقطة، نهاية الدالة عند نقطة، ونهاية الدالة عند نقطة استعرضنا مع بعض، اللي هو إيجاد النهاية باستخدام التحليل وإيجاد النهاية باستخدام القانون. وأخدنا نهاية الدالة عند اللانهاية، نهاية الدالة عند اللانهاية. نستعرض مع بعض وفي مراجعة سريعة كده على نهاية الدالة عند نقطة ونهاية الدالة عند اللانهاية. طيب تعالوا ناخد مثال كده نفتكر بيه الجزء الخاص بالنهايات. كان نهاية الدالة عند نقطة بيديني ليميت لما اكس تقول لاتنين اكس تربيع ناقص خمسة اكس زائد ستة على اكس تربيع ناقص اربعة. ده مثال نهاية الدالة عند نقطة. طبعا النقطة هنا هي كام؟ هي اتنين. اكس تربيع ناقص خمسة اكس، احنا قلنا القاعدة الاساسية لايجاد النهايات ان احنا بنقول ان ليميت اكس تقول لنقطة ايه ل اف اوف اكس تساوي اف اوف ايه. طبعا اف اوف ايه دي معناها اللي هو التعويض المباشر بقيمة الدالة. طيب يعني نهاية الدالة عند نقطة بيساوي التعويض المباشر بقيمة هذه الايه النقطة في الدالة. يعني قلنا ان نهاية الدالة عند نقطة، نهاية الدالة عند نقطة تساوي قيمة الدالة عند هذه النقطة، نهاية الدالة عند نقطة تساوي قيمة الدالة عند هذه النقطة. يبقى احنا دلوقتي علشان نحل المسألة دي بنقول نهاية اللي هو ليميت اكس لما تقول لاتنين، يعني تقترب الاتنين، اكس تربيع ناقص خمسة اكس زائد ستة على اكس تربيع ناقص اربعة يساوي اف كام بقى؟ اتنين، اللي هي النقطة دي. حسب نظرية النهايات ان نهاية الدالة عند نقطة A تساوي F of A، يبقى بتساوي اتنين تربيع، بعوض بشيل الاكس وعوض مكانها بالاتنين يساوي التعويض المباشر، خمسة في اتنين زائد كام؟ ستة على اكس تربيع ناقص اربعة
اكس تربيع هنعوض طبعا، يبقى 2 مش اكس، هنعوض يبقى 2 تربيع ناقص 4 يبقى بيساوي طبعا 2 تربيع نحسبها يبقى ب4، ناقص 5 في 2 يبقى يساوي 10، زائد 6 على 4 ناقص 4 يبقى بيساوي عندي 6 و4 10 ناقص 10 على هنا 4 ناقص 4 يبقى بيساوي 0 على 0. دي قلنا عليها ايه؟ قلنا عليها 0 على 0 ده ليست قيمة حقيقية، ولكن قلنا عليها ايه؟ كمية غير معينة. هنا بنقول ان التعويض المباشر فشل في ايجاد قيمة الايه؟ النهاية. بقدر بقى اختصر، استخدم التحليل في التخلص من العامل الصفري زي ما قلنا المرة اللي فاتت. هجيب الدالة اللي هي اكس تربيع ناقص 5 اكس زائد 6 على اكس تربيع ناقص 4 واحللها، يبقى ده مقدار بنقول عليه مقدار ثلاثي، والمقدار الثلاثي قلنا المرة اللي فاتت بيحلل إلى قوسين، يحلل إلى قوسين اكس تربيع يبقى اكس في اكس، وقلنا إشارة الحد الأوسط الإشارة التانية دي بحطها في القوس الأول، يعني هي إشارة الحد الأوسط هي إشارة القوس الأولاني. بعد كده بضرب إشارة الحد الأوسط في إشارة الحد التالت، يبقى سالب في موجب بسالب، سالب في موجب بإيه؟ بسالب. طبعا طلع عندي إشارتين متشابهتين. طيب الإشارتين متشابهتين يبقى معنى كده التحليل هيعتمد على الإشارات دي، اللي هو الستة كام في كام يساوي 6 ومجموعهم يساوي 5، هلاقي ان ده اللي هو 3 في 2، ودايما القوس الاولاني بحط فيه العدد الاكبر، يبقى اكس ناقص 3 اكس ناقص 2. نيجي على اكس تربيع ناقص 4، اكس تربيع ناقص 4 ده عبارة عن فرق بين مربعين يحلل ايضا لقوسين، اكس تربيع اكس في اكس، وهنا سالب في موجب. هنا واحد يقول لي ده هي سالب، ليه انا عملنا سالب في موجب؟ لان السالب دي هي ناتج لحاصل ضرب اشارتين مختلفتين، سالب في موجب او موجب في سالب مش هتفرق. وليه مش هتفرق؟ لان ده مربع 4 فبيبقى حاصل ضرب عددين متشابهين، يبقى 2 في 2. هنا بلاقي ان انا حطيت السالب هنا او السالب هنا مش هتفرق، او الموجب هنا والموجب هنا مش هتفرق، لان العددين متشابهتين. هنا بقى بنيجي نشوف القوس المشترك هو اللي كان مسبب مشكلة الصفر على صفر، سميناه العامل الصفري. نختصر الكلام ده، هو نشيل ده مع ده نشيله، يتبقى لي اكس ناقص 3 وهنا اكس زائد كام؟ 2. هنا اتخلصت من العامل الصفري، بوجد التعويض المباشر مرة تانية، يبقى اف 2 هيساوي 2 ناقص 3 على 2 زائد 2 يساوي -1 على ال2، وتبقى دي هي قيمة نهاية الايه؟ الدالة. طيب وقلنا المرة اللي فاتت احنا قلنا طريقة ممكن اختبر بيها بسهولة، يعني اللي عنده مشكلة في التحليل بنديله فرصة ان هو يختبر الحل بتاعه، خلاص، باستخدام قاعدة قلنا عليها قاعدة لذيذة سهلت لي المشكلة، اللي هي قاعدة لوبيتال.
ودي قاعدة بقدر اختبر بيها النهاية اللي انا جبتها باستخدام التحليل زي ما شفنا في المسألة اللي فاتت في الخطوات اللي احنا عملناها دي كلها. قاعدة لوبيتال سهلة وبسيطة وبتقدر تأكد لي انا حليت صح ولا خطأ. بتقول ايه قاعدة لوبيتال؟ بتقول لو انت عندك دالة، لو انت عندك دالة بتجيب نهايتها عند نقطة، بتجيب نهايتها عند نقطة اكس تربيع ناقص 5 اكس زائد 6 على اكس تربيع ناقص 4، وعوضت وطلع الناتج بعد التعويض. يعني قاعدة لوبيتال لو انت عوضت الخطوة الاولى عملتها وطلع الناتج 0 على 0. طيب عايز اختبر اللي انا عملته ده بالتحليل يساوي 0. قاعدة لوبيتال قالت ايه بقى؟ قالت ببساطة خالص تقدر تجيب تفاضل البسط على تفاضل المقام. اهو ليميت لما اكس تقول لاتنين، قاعدة لوبيتال قالت علشان تتأكد هي طريقة لإيجاد النهاية بسهولة لو عندي مشكلة في التحليل أو أنا عايز أتأكد إن حلي صحيح. قاعدة لوبيتال بتقول إيه؟ لو أنت بتجيب نهاية الدالة وعوضت تعويض مباشر في الخطوة الأولى وطلع الناتج 0 على 0، تقدر تعمل إيه عشان تتأكد؟ تجيب تفاضل البسط لوحده، تفاضل البسط طبعا اكس تربيع يبقى تتفاضلها 2 اكس. طبعا لو غلطنا في التفاضل يبقى خلاص بقى احنا بنحاول نلاقي وسيلة اخرى سهلة بحيث ان احنا نقدر نختبر حلنا. تفاضل البسط اكس تربيع تفاضلها 2 اكس ناقص 5 اكس تفاضلها كام؟ 5، والستة تفاضلها 0. ننزل على المقام نجيب تفاضله، طبعا اكس تربيع تفاضلها كام؟ 2 اكس. بعد ما تفاضل البسط والمقام عوض تعويض مباشر. يعني التفاضل البسط على تفاضل المقام ده بيساوي تماما الخطوة اللي احنا عملنا فيها تحليل فوق واختصرنا اكس ناقص 2 مع اكس ناقص 2. هنا بعملها بطريقة اخرى سهلة وبسيطة، تقدر الناس اللي هي عندها مشكلة في التحليل تقدر تتأكد من اجابتها، والناس اللي هي حلت كويس باستخدام التحليل تقدر تستخدم القاعدة دي لتأكيد الحل وفعلا انا حليت صح. طيب عملنا ايه احنا هنا بقاعدة لوبيتال؟ قالت لو انت عندك الناتج طلع 0 على 0 في التعويض ممكن تختصر البسط، تفاضل البسط ثم تفاضل المقام كل على حدة، فبيساوي بعد ما تفاضل عوض بقى بقيمة اكس اللي هي اف 2. فضلنا البسط والمقام هنعوض اللي هو يبقى 2 في 2 ناقص 5 على كام بقى؟ على 2. هنا سوري اسف، 2 زائد 2 ب4. هنا هنيجي نعوض يبقى 2 في 2 هيساوي 2 زائد 2 كانت 4، ده خطأ مطبعي. نكمل هنا يبقى بيساوي 2 في 2 يساوي 4 ناقص 5 على 2 في 2 بكام؟ ب4. يبقى 4 ناقص 5 تساوي -1 على -4، ويبقى كده الإجابتين اهوت نفس الحل. فعلا كده انا اتأكدت ان انا صح بالحل بتاعي. يبقى هنا قاعدة لوبيتال تقدر ببساطة تأكد لي الحل بتاعي صح ولا غلط في ايجاد النهاية. طيب خدنا ايه بعد كده؟ خدنا ايجاد النهاية باستخدام القانون، وقلنا القانون مسألته بتبقى سهلة وبسيطة. ليميت لما اكس تقول لتلاتة مثلا اكس اس 4 ناقص 81 على اكس اس 3 ناقص 27. ده مسألة حلها باستخدام
القانون. طبعا لو انا عوضت تعويض مباشر هيطلع الناتج صفر على صفر، يعني عوضت بتلاتة يبقى تلاتة أس أربعة ناقص 81 على تلاتة أس تلاتة ناقص 27، هيطلع عندي هنا تلاتة أس أربعة بواحد وتمانين، يعني الواحد وتمانين دي هي بتساوي تلاتة أس أربعة ناقص 81 على تلاتة أس تلاتة ب27، يعني 27 دي تلاتة أس تلاتة ناقص 27، طلع الناتج صفر على صفر. طيب هنا هستخدم القانون، ليه بقى؟ لأن عندي مش هعرف أحلل. واحد يقول أنا ليه ما استخدمتش التحليل؟ لو أنت تقدر تستخدم التحليل عشان تحلل البسط والمقام فأنا ممكن أحلل، وطبعا هنا متاح التحليل، ولكن في بعض الناس لما يبقى عندي المسألة أس 4 وأس 3 كده ما تقدرش تحلل، فنقدر نستخدم القانون. يعني لو متاح التحليل وتقدر تحلل يبقى صح، لو مش هتقدر تحلل أو مش عارف التحليل في المسألة اللي قدامنا دي ممكن أستخدم التحليل. إزاي أقدر أستخدم القانون بقى العام؟ لو احنا رجعنا للقانون نفتكره نتذكره، طبعا لازم نبقى عارفين القواعد والقوانين عشان اقدر احل، على الاقل تبقى معلومة. القانون بيقول لو انت عندك ليميت اكس تقول لي ايه، وقدرت تحط المسألة في اكس ناقص ايه، وهنا اكس ناقص ايه اهوت الايه ديت اللي هي نفس الرقم بتاعي، وهنا اكس اس ام، وهنا اكس وايه اس ام، وهنا اكس اس ان، وهنا ايه اس ان. نلاحظ دلوقتي ان دي سالب دي سالب، هنا ايه هنا ايه، هنا اكس هنا اكس، الاس هنا ام هنا ام، ان هنا ان. هنا القانون ده بيساوي ايه بقى؟ القاعده قالت لازم نبقى عارفين القانون وعارفين شكله وعارفين بيساوي ايه. هنا بيساوي الاس اللي فوق في البسط اللي هو ام على الأس اللي تحت في المقام اللي هو N، حاصل ضرب ضرب اللي هو الـ A أس M ناقص N. طيب يبقى عشان أحل باستخدام هذا القانون، علشان أستخدم هذا القانون لازم المسألة تبقى بالشكل ده. طب لو المسألة مش بالشكل ده أنا أعملها بالشكل ده، إزاي بعملها بالشكل ده؟ إحنا قلنا ممكن تيجي تقول أنا عندي ليميت X تقول الى كام بقى؟ الى 3. طيب انت بمجرد ان انت تبص على المسألة وهنا الاكس تقول للتلاتة، الاكس تقول للتلاتة هوت، لو انت حابب او المسألة يمكن استخدامها بالقانون يبقى تعمل ازاي؟ ادي اكس وادي اكس زي ما القانون قال، ادي ناقص وادي ناقص زي ما القانون قال، وقال هنا الاي اللي هي تبقى 3 وهنا كام؟ 3. تيجي بقى هنا، هنا عندي الاس بتاع البص عندي هنا بقى، تبص المسألة تلاقي اكس اس كام؟ 4. على طول تلاقي ده الواحد وتمانين 3 اس 4، ولو حابب تتأكد 3 اس 4 بتساوي 81، وهنا اكس اس 3 يبقى هنا 3 اس 3. كده قدرت استخدم القانون، القانون بتاعي بيساوي ام على ان، يعني 4 على 3 في الاي بقى اللي هي مين؟ اللي هي 3، اللي هي 3 اس 4 الاس بتاع البسط ناقص الاس بتاع الايه؟ المقام، يطلع 4 على 3 في طبعا دي 3 هتبقى اس 1، 3 اس 1 ب 3، ال 3 دي هتروح مع ال 3 يبقى بيساوي كام؟ بيساوي 4، وانا ممكن استخدمها باستخدام الايه؟ الآلة. ده كان ايجاد النهاية باستخدام القانون. طب واحد يسألني او حد يسألني، هل قاعدة لوبيتال اللي احنا اتكلمنا عليها تقدر تتأكد لي او تقدر تستخدم لايجاد النهاية؟ اه طبعا، هنا نهاية الدالة عند نقطة، النتيجة طلعت عندي كام؟ نرجع كده، طلعت صفر على كام؟ على صفر، ونهاية الدالة عند نقطة طلعت صفر على صفر، يبقى أنا أقدر أستخدم أو أعمل اختبار كده بسيط باستخدام قاعدة لوبيتال. قاعدة لوبيتال قالت إيه بقى؟ علشان لما النهاية تطلع صفر على صفر حابب تتخلص من العمل الصفري، قال لي هات مشتقة البسط
على مشتقة المقام. طبعا البسط اكس اس 4، اكس اس 4 هوت ماشي مشتقته يبقى 4 في اكس اس 3. طيب على كام بقى مشتقه المقام؟ طبعا الاربعه ديت اللي هي 81 مشتقتها صفر، هنا اكس اس 3 اللي هو 3 اكس تربيع، وال 27 او 3 اس 3 ده عدد مشتقته بكام؟ بيساوي صفر. وبعد كده اعوض بقى ب 3 يبقى 4 في 3 اس 3 على 3 في كام بقى؟ 3 اكس تربيع اللي هي ب 3 تربيع، يبقى بيساوي هتلاقي هنا 4 في 27 على 3 في 9، 3 تربيع ب 9 في 3 ب 27، تحسبها بالآلة أو تختصر هيطلع الناتج بيساوي كام؟ 4. يبقى كده الكلام بتاعي صح 100%. يبقى هنا إيجاد النهاية باستخدام القانون. طيب بعد كده جبنا نهاية الدالة عند لا نهاية، ليميت لما اكس تقول لما لا نهاية. هنا اكس تكعيب او 2 اكس تكعيب 3 اكس تربيع زائد 5 على 6 زائد 4 اكس زائد 3 اكس تكعيب. طبعا قلنا دي نهاية الدالة عند اللانهاية. نهاية الدالة عند اللانهاية بنعوض تعويض مباشر، وما ننساش ادي 2 في ما لا نهاية تكعيب زائد 3 في ما لا نهاية تربيع زائد 5 على 6 زائد 4 في ما لا نهاية زائد 3 في ما لا نهاية تكعيب، يبقى بيساوي ما لا نهاية على ما لا نهاية. هنا دي كمية بنقول عليها برضو كمية غير معينة، كمية غير معينة. طبعا محدش يجي يقول لي بقى ايه ببساطة كده ويقول لي ما لا نهاية على ما لا نهاية بما لا نهاية، لا، ما لا نهاية على ما لا نهاية كمية غير معينة. طب اعمل ايه بقى؟ بعمل ايه؟ باجي اشوف اكبر اس في المقام اللي هو في المقام، ملوش علاقة بالبسط، اكبر اس في المقام اللي هو اكس اس كام؟ اس 3. يبقى نقسم البسط والمقام على اكس اس 3، نقسم اهو يبقى 2 اكس تكعيب على اكس اس 3 زائد 3 اكس تربيع على اكس اس 3. 5 هنقسمها على اكس تكعيب. طيب هنا على المقام هنقسم برضو على اكس اس 3، يبقى ادي 6 على اكس اس 3 زائد 4 اكس مع بعض اهوت على اكس اس 3 برضو زائد 3 اكس اس 3 على اكس اس 3، يبقى بيساوي. نختصر مع بعض، هنا دي اكس اس 3 مع اكس اس 3 راح مع بعض. طب هنا اكس اس 2 وتحت اكس اس 3، نشيل 2 مع 2، يتبقى لي هنا اتبقى لي 2، هنا اتبقى لي 3 على اكس زائد دي زي ما هي 5 على اكس تربيع، هنا 6 في المقام على اكس اس 3 زائد هنا دي اكس اس 1 ودي اكس اس 3. طب شيل واحدة بس من 3 يتبقى هنا في المقام، ادي 4 وهنا اكس تربيع، دي واحدة ودي 3، شلنا واحدة قصاد واحدة، يتفضل اكس اس 2 في المقام زائد هنا اكس اس 3 مع اكس اس 3 يبقى زائد كام؟ 3. ثم بقى نعوض ب ما لا نهاية، اف ما لا نهاية، بعد ما قسمنا على اكس اس 3 وبعد
ما اختصرنا نيجي بقى نعمل ايه؟ نيجي نعوض بإف ما لا نهاية. طيب إف ما لا نهاية يبقى 2 زائد 3 على ما لا نهاية زائد 5 على ما لا نهاية تربيع على 6 على ما لا نهاية تكعيب زائد 4 على ما لا نهاية تربيع زائد 3. نيجي بقى احنا عارفين زي ما قلنا المرة اللي فاتت اي عدد على ما لا نهاية يساوي كام؟ يساوي 0. اي عدد على ما لا نهاية يساوي 0. اي عدد على ما لا نهاية يساوي 0. يبقى 2 زائد 3 على ما لا نهاية يساوي 0. 5 على ما لا نهاية تربيع برضو يساوي 0. هنا 0 هنا 0 زائد 3. طبعا يبقى الإجابة كام؟ 2 على 3. يبقى الإجابة 2 على 3. وذكرنا في المرة اللي فاتت طريقة سهلة برضو أقدر أستخدم أو أقدر أختبر بيها النهاية بتاعتي إزاي. لو المسألة دي إزاي نختبر برضو علشان الناس نحل ونختبر الحل بتاعنا. نكتب المسألة تاني اهوت. إكس تقول لي ما لا نهاية وكانت المسألة بتقول 2 إكس تكعيب زائد 3 إكس تربيع زائد 5 على 6 زائد 4 إكس زائد 3 إكس تكعيب. واتفقنا مع بعض المرة اللي فاتت برضو قلنا طريقة سهلة وبسيطة كده أقدر أختبر بها الحل وهي إيه. قلنا طالما عندي نهاية الدالة تقول ما لا نهاية يبقى الحل بتاعي عبارة عن إيه؟ معامل أكبر أس للمقام في البسط على معامل أكبر أس في المقام. أكبر أس في المقام هنا هو كام؟ إكس أس 3. يبقى ده بيساوي معامل إكس أس 3 في البسط على معامل إكس أس 3 في المقام. إكس أس 3 في البسط أهيت معاملها كام؟ معاملها 2. معامل إكس أس 3 في المقام هو كام؟ هو 3. يبقى الحل بتاعي 2 على 3 بكل بساطة وسهولة. طيب ادي مثال اخر اهوت ممكن استخدم فيه الملحوظة دي. ليميت لما اكس تقول لما لا نهاية ادي 3 اكس تربيع ناقص 1 على 2 اكس اس 4 زائد 3 اكس اس 3 ناقص 2 بيساوي. مثلا ممكن يجي يقول لي ايه ده سؤال مثلا اهو ويديني اجابات كده. يديني 3 على الاتنين يديني 3 او سالب 3 على الاتنين يديني 1 يديني 0. وعايز دلوقتي احل المسألة ديت ببساطة وبسهولة ممكن نستخدم القاعدة اللي قلنا عليها. اكبر اس في المقام ادور عليه في المقام ماليش علاقة في البسط ماليش علاقة في البسط. لو عايز استخدم الخاصية ديت هو اكبر اس في المقام بكام؟ اكس اس 4. يبقى النهاية دي هتساوي معامل اكس اس 4 في البسط على معامل
اكس اس 4 في المقام. طيب نيجي بقى ندور على معامل اكس اس 4، هنا 3 اكس اس 2 ناقص 1، فين اكس اس 4 في البسط؟ طب مش موجود اصلا اكس اس 4 في البسط، لو مش موجودة في البسط او في المقام يبقى معاملها صفر، يبقى معامل اكس اس 4 في البسط صفر، ومعامل اكس اس 4 في المقام هو كام؟ هو 2، يبقى بيتساوي 0 على 2، طبعا اي عدد على صفر بكام؟ بصفر، يبقى الاجابة هنا هي صفر. ببساطة هوت قدرنا نجيب نهاية الايه الدالة باستخدام الخاصية او الطريقة البسيطة اللي احنا قلنا عليها. ده كان ببساطة النهايات اللي احنا خدناها. قلنا في نهاية الدالة عند نقطة، ألخص تاني، نهاية الدالة عند نقطة استخدمنا التحليل، اهو ببسط الامور واوضحها تاني، واستخدمنا القانون، وفي كلتا الحالتين بقى وفي كلتا الحالتين استخدمنا ايه بقى؟ قاعدة لوبيتال للتأكيد او للحل. قاعدة لوبيتال، خلاص، واستخدمنا وجبنا نهاية الدالة عند اللانهاية، واستخدمنا اللي هي الطريقة السهلة البسيطة بعد ما حليت، اللي هو معامل أكبر أس في المقام من البسط على معامل أكبر أس للمقام في المقام. دي طريقة سهلة وبسيطة، وده اللي احنا خدناه في النهايات. طيب دي كانت مراجعة سريعة برضو، ونأكد وبنشرح مرة تانية على أساس لو في أي حد مش فاهم يقدر يتابع معانا ويقدر يستوعب ويحل وكلنا نحل مع بعض. تعالوا بقى النهاردة خدنا جزء كبير في مراجعة النهايات القادمة. هنا بقى بنتكلم أول حاجة عايزين نعرف الدوال المثلثية. الدوال الإيه؟ المثلثية. طبعا الدوال المثلثية قد تكون معروفة للبعض وقد تكون غير معروفة. فعلشان الجميع يتابع معانا هنسترجع ونعرف يعني ايه دوال مثلثية للناس اللي هي مش عارفاها، او الناس اللي عارفاها نراجع لهم ونأكد لهم المعلومة. احنا عندنا الدوال المثلثية، الشرح اللي انا بشرحه ده للتوضيح، بحيث ان كل الناس تبقى متابعة معانا، يعني هو للتوضيح فقط وليس للحل. طيب ده عبارة عن مثلث، المثلث الزاوية دي بنقول عليها زاوية قائمة، والزاوية القائمة قياسها كام؟ يساوي 90، يعني دي زاوية قائمة 90 درجة. وده بنقول عليه ايه؟ ده بنقول عليه مثلث قائم الزاوية، وده بنقول عليه مثلث قائم الزاوية. طبعا دي زاوية قائمة، عندي زاوية هنا زاوية حادة، الزاوية الحادة دي في المثلث القائم ده بنقول عليه وتر المثلث، اللي هو الضلع الكبير اللي هو مقابل للزاوية القائمة كده، ده بنسميه وتر المثلث. وادي الزاوية بتاعتي اللي هي اكس، الضلع المقابل للزاوية اكس اللي هو بنقول عليه ده اهو، ده بنقول عليه الضلع المقابل للزاوية اكس،
ده بنقول عليه الضلع المقابل للزاوية اكس في المثلث القائم، وعندي ده بنقول عليه اللي هو المجاور، وده بنقول عليه الايه؟ المجاور للزاوية اكس. يبقى انا عندي الزاوية اكس، المثلث القائم اضلاعه ده وتر المثلث اللي هو الضلع الكبير ده اللي هو قصاد الزاوية القائمة، وأنا عندي زاوية حادة اللي هي زاوية اكس، ده بنقول عليه الضلع المقابل وده بنقول عليه الضلع المجاور. تعالوا بقى بنعرف أول دالة من الدوال المثلثية اللي هي دالة الجيب. واحد هيقول لي يعني ايه دالة الجيب؟ اللي هي اختصارها جا، اللي هو دي اختصار لكلمة ايه؟ جيب الزاوية، اللي هو اختصارها جا، ودي ألف اللي هو جا. دي دالة اسمها دالة الجيب. دالة الجيب اللي هي موجودة على الآلة تحت مفتاح مسمى اسمه ايه؟ ساين اكس. يعني ساين اكس دي أول دالة من الدوال المثلثية. حتى لو احنا بصينا وشفنا اسمها الدوال المثلثية، دي مثلث اهوت، ودي زاوية في مثلث، ده الضلع المقابل، ده المجاور، ده الوتر، وزي ما قلنا المثلث ده قائم الزاوية. أول دالة من الدوال المثلثية اسمها دالة الجيب، اللي هي اختصارها جيب الزاوية اسمها جا، بتساوي ساين، ساين اكس، اكس دي اللي هي الزاوية، ودي دالة الجيب اللي هي ساين. لو احنا شفنا مع بعض كده هنلاقي دالة الجيب اهيت. لو احنا جبنا الآلة مع بعض كده هلاقي ادي اهوت الدوال المثلثية اول دالة اسمها ايه؟ اسمها ساين. هنا اهوت دالة اول دالة من الدوال الجيب دالة الايه؟ الساين اهيت. دالة الساين قدامنا اهيت، هي دي ساين اللي هي دالة الجيب. طيب هنعرف دالة الجيب اللي هي ساين الزاوية. ساين الزاوية اسمها ايه؟ اكس، يعني دي كده اسمها الزاوية، ودي دالة الجيب اللي هي ساين، شفناها دلوقتي على الآلة، بتساوي ايه؟ دالة الجيب دي اللي هي ساين بنعرفها ان هو الضلع المقابل للزاوية على الوتر في المثلث القائم. الضلع المقابل على الوتر، الضلع المقابل على الوتر. يعني ببساطة اهوت لو ده مثلث قائم الزاوية ودي الزاوية اكس، والضلع المقابل للزاوية ده 3، والوتر ده 5، والضلع المجاور ده كام؟ 4. قال لي يبقى ساين اكس هنا بتساوي الضلع المقابل للزاوية اكس وهو كام؟ اهوت اللي هو ده الضلع المقابل. يبقى ساين اكس في الحالة دي هتساوي الضلع المقابل اللي هو 3 على الضلع على الوتر، الوتر المثلث ده الكبير ده اللي هو كام؟ 5. دي ساين الزاوية، دي ساين الزاوية. ولو احنا جبنا مثلث قائم بالشكل ده اهوت، مثلث قائم، وقلنا دي كام؟ 5، ودي 12، والوتر ده 13، وقلنا انا عندي زاوية اسمها ايه؟ واي. عندي زاوية اسمها واي بالشكل ده، الزاوية دي اسمها ايه؟ واي، وده مثلث قائم. عايز اجيب جيب الزاوية، جيب الزاوية اللي هو ايه؟ اللي هو ساين اهو، ساين واي بتساوي قلنا المقابل، فين بقى المقابل بتاع الواي اللي هو قصادها كده في وشها على طول كده، ده 5، يبقى 5 على الوتر، الوتر اللي هو كام؟ 13، يبقى ساين واي يساوي 13. دي اسمها دالة الايه؟ الجيب. احنا دلوقتي بنعرف يعني ايه دالة الجيب، يعني ايه ساين، ساين واي. دي اول دالة من الدوال المثلثية. طيب رقم 2 في الدوال، رقم 2 في الدوال
اللي هي دالة جيب التمام، دالة جيب الايه التمام، لو اختصرناها تبقى جتا. لو اختصرناها الجتا دي اختصار لثلاث كلمات اللي هو جيب تمام الزاوية. لو اختصرت الثلاث كلمات دول هتختصر بالعربي في كلمة جتا. جتا اللي هي جيب، تاء اللي هي تمام، ألف اللي هو الإيه الزاوية. أنا بقول الكلام ده ليه؟ علشان الناس بس تفهم معنى كلمة الدوال المثلثية. دالة الجيب جيب التمام اللي احنا بنقول عليها على الآلة، هتلاقي مفتاح اسمه كوزاين اكس، وادي الآلة معانا هيت، وادي مفتاح الكوزاين اللي هو عندي جنب دالة الساين على طول، ادي دالة الساين، وادي جنبها كوزاين، الكوزاين اللي هي جيب تمام الزاوية. وكوزاين اكس، كوزاين اكس بتساوي، كوزاين اكس بتساوي الضلع المجاور للزاوية على الوتر، المجاور على الوتر. يعني لو رسمنا كده ضلع، ادي زاوية قايمة 90 درجة، وادي الزاوية اكس والمقابل 3، ده المجاور اللي هو في الزاوية، ده المجاور، وده 4، وده الوتر بتاع المثلث كام؟ 5. هنا لما اقول كوزاين اكس، كوزاين اكس تساوي المجاور، ادي كوزاين اكس المجاور اللي هو قيمته 4 على الوتر اللي هو كام؟ 5. دي تعريف او مفهوم الكوزاين، دي اسمها دالة الكوزاين اللي هي جيب تمام الزاوية. طبعا دي كلها معلومات بنسترجعها، اللي عارفها بيتابع معانا، واللي مش عارفنا بياخد فكرة عامة يعني ايه دوال مثلثية. الدالة المثلثية التالتة اللي هي ايه بقى؟ اللي هي بنسميها ظل الزاوية. ظل الزاوية دي اختصارها حروفها الاولى اللي هي ظا. الظا دي بنلاقي مفتاح اسمه تان، تان اهوت جنب الدوال المثلثية على الآلة جنب بعض، ادي عندي اهوت، عندي ادي ساين ثم كوزاين ثم تان، دي تان الزاوية. تان الزاوية بقى بيساوي ايه؟ تان اكس، تان اكس اللي هو ظا او ظل الزاوية بيساوي الضلع المقابل على المجاور، ضلع المقابل على المجاور. يعني احنا لو رسمنا مثلث قائم الزاوية كده هوت، وادي المثلث، وادي الاكس، وده المقابل 3، المجاور 4، الوتر 5، يبقى اول حاجة تان اكس يساوي الضلع المقابل 3 هوت، يبقى يساوي 3 على اللي هو 4 اللي هو كام؟ المجاور اللي هو كام؟ 4. وايضا التان ممكن اجيبها بطريقة تانية اللي هي تان اكس يساوي الساين، ساين اكس على كوزاين اكس. ممكن اجيبها تاني، التان معلومة هي ناخد بالنا منها، ان تان اكس بتساوي ساين اكس على كوزاين اكس. احنا كنا لو احنا جبنا الساين دلوقتي، الساين هي عبارة المقابل 3 على 5، ساين 3 على 5، والكوزاين اللي هو المجاور على الوتر، يعني كام؟ 4 على 5. لو حسبناها بالآلة يطلع تان اكس بيساوي، يطلع تان اكس بيساوي، احسب 3 على 5 على 4 على 5 يساوي 3 على 4.
يعني التان بتساوي المقابل على المجاور، او بتساوي ساين على كوزاين. ده الدوال المثلثية الاساسية بتاعتي. تاني كده يعني مثلا ايه عندي، يجي يقول لي مثلا ايه، اذا كانت ساين اكس بتساوي 2/10 و كوزاين اكس بتساوي 5/10، فان تان اكس بتساوي نقط. ويجي يقول لي رقم واحد او الف، يقول لي اتنين، يقول لي خمسة، يقول لي اتنين على خمسة، ولا يقول لي خمسة على الاتنين. طبعا سهلة وبسيطة المعلومة. احنا دلوقتي عرفنا المعلومة، هو عايز تان اكس، عرفنا ان تان اكس اللي هي دالة الظل، ظل الزاوية، بيساوي ايه؟ قولوا معايا، بيساوي ساين اكس على كوزاين اكس، ساين على كوزاين، علشان ما نغلطش ونقول كوزاين على ساين، نعرف المعلومة ثابتة. تان اكس بيساوي ساين اكس على كوزاين اكس، الاكس هنا هي الزاوية. طيب الساين بكام؟ ب2/10 على كوزاين اكس 5/10، نحسبها بالآلة هتطلع لي 2/5، او هتساوي لو حولتها كسر تطلع 4/10، يبقى الاجابة بتاعتي هي ج2/5. كده دي بنقول عليها ايه بقى؟ بنقول عليهم عرفنا دلوقتي الدوال اسمها الدوال المثلثية الأساسية، اسمها الدوال المثلثية الأساسية. عرفناهم اللي هي ساين اكس، وعندي كوزاين اكس، وعندي تان اكس. عرفنا دي جي بالزاوية اسمها كده جيب الزاوية، ودي اسمها جيب تمام الزاوية، ودي بنقول عليها ايه، ظل الزاوية. طبعا الكلام دي معلومات علشان على الاقل يبقى احنا عندنا فكرة ومعلومات عن الدوال المثلثية. طبعا دي اختصارها جا، دي اختصارها بالعربي جتا، ودي اختصارها ظا. دي الدوال المثلثية الأساسية، ظا اللي هي تان، وآدي طيب دي الدوال المثلثية الأساسية ساين كوزاين تان. طيب في عندي بقى اللي هو ايه، مقلوبات الدوال المثلثية، مقلوبات الدوال المثلثية. يعني ايه مقلوبات الدوال المثلثية؟ مقلوبتها نقلبها، يعني ساين لما نقلبها تبقى واحد على ساين، واحد على ساين، نقلبها مقلوب. طبعا مقلوب نقلب الساين دي مقامها واحد، لما نقلبها تبقى واحد على ساين. طيب تاني، واحد على كوزاين، واحد على كوزاين، وعندي واحد على تان. دي مقلوبات الدوال الايه المثلثية. مقلوبات الدوال المثلثية واحد على كوزاين، واحد على كوزاين بسميها سيك اكس، اس اي سي، سيك اكس. دي مقلوب
مقلوب الكوزين، يعني سك بتساوي واحد على كوزين. دي كلها معلومات بنعرفها عن الدوال المثلثية. دي كوسك، دي اختصارها كده كوسك. طبعا الكلمة حروفها كتير سي او سك، انما احنا اختصارها كوسك كده اكس، بنكتبها كده، انما هي اسمها كو سي او اس اي سي، ولكن اختصار الحروف بتاعتها كو سك، يعني سي اس سي كده اختصار لكلمة كوسك اكس اللي هي واحد على ساين. دي بقى اللي هي واحد على تان اللي هي كو تان اكس، كو تان اكس تاني تاني. دي اسمها مقلوبات. احنا بنتعرف على مقلوبات الدوال المثلثية، ادي اهوت بنوضحها، اللي هو سك اكس اللي هي واحد على كوزاين اكس، دي اللي هي سك مقلوب الكوزاين، واحد على كوزاين، وكوسك اللي هي اكس اللي هي بتساوي واحد على ساين، وعندي كوتان اللي هي واحد على تان، اللي هي واحد على تان اكس اللي هي بتساوي، طبعا التان بتساوي ايه؟ ساين على كوزاين، لو قلبتها تبقى ايه؟ كوزاين على ساين. يبقى احنا دلوقتي بنعرف عندي الدوال المثلثية، عندي الدوال المثلثية الأساسية، اهوت نرجع تاني نلخص اللي قلناه كله. الدوال المثلثية الأساسية اللي هي ساين كوزاين تان، عندي مقلوباتها مين؟ المقلوبات بتاعتها اللي هو واحد على ساين قلنا كوسك، كوسك واحد على كوزاين اللي هو سك اكس، واحد على تان اللي هو كوتان اكس، اهوت لخصناهم، السك واحد على كوزاين، الكوسك واحد على ساين، الكوتان واحد على تان اللي هو لو قلبنا الساين على كوزاين تبقى كوزاين على ساين. دي الدوال المثلثية الايه؟ الاساسية. بس عرفنا الدوال المثلثية الاساسية وعرفنا مقلوبات الدوال الاساسية بتاعتي. طبعا احنا شرحنا ووضحنا الكلام ده ليه؟ لان عليه عندنا اول حاجة على الدوال المثلثية دي اللي هي نهاية الدوال المثلثية، وسهلة جدا نهاية الدوال المثلثية عندما اكس تقول للصفر، نهاية الدوال المثلثية كلها لما اكس تقول لكام؟ لصفر. اول حاجة لازم نكون عارفينها ان ساين صفر، ساين صفر يساوي صفر، ساين صفر يساوي صفر، اهو ساين صفر لو فتحنا الآلة دلوقتي ودوسنا على ساين اهوت صفر وقفلنا القوس، ساين صفر تساوي كام؟ تساوي صفر. يبقى ساين صفر تساوي صفر. طيب ساين 30 مثلا، ادي اهوت ساين 30، نيجي كده اهوت ساين 30 نقفل قوس يساوي كام؟ نص، اللي هي 5/10. يبقى ساين 30 مثلا تساوي نص اللي هي 5/10، تمام كده. طيب تعالوا بقى نشوف كوزاين صفر هتساوي ايه. طبعا الكلام ده بسيط وسهل، دي معلومات احنا بنشرحها، ادي كوزاين صفر نقفل قوس، كوزاين صفر بتساوي كام؟ تساوي واحد. يبقى كوزاين صفر يساوي واحد.
طبعا اي رقم تاني لو كوزاين 60 مثلا او كوزاين 30، كوزاين 30 زي ما قلنا الساين اهوت، هتحسبها بالآلة، بحسبها كده. ده حساب الدوال المثلثية اللي هي مثلا كوزاين 30 طلعت قدام الآلة هي اللي هي جذر 3 على الاتنين. طيب لو حبيت اقول مثلا تان 30، او خلينا تان صفر الاول نشوف هتطلع بكام. طبعا التان ممكن احسبها كده، تان عادي كده، ادي مفتاح التان اهوت، صفر نقفل القوس يساوي كام، تان صفر يساوي صفر، اللي يهمنا تان صفر يساوي صفر. طبعا ممكن احسبها بطريقة تانية، وعارفين احنا ان التان بتساوي ايه، ساين زيرو على كوزاين زيرو. ساين زيرو بكام، بصفر، على كوزاين زيرو بكام، بواحد، يبقى هنا بتساوي صفر على واحد بكام، بصفر. نفس الفكر، الهدف من الكلام اللي انا بشرحه ده هو معرفة ثلاث حاجات. الهدف او المختصر او الملخص بتاع ده عايز اعرف ثلاث حاجات، ان ساين صفر تساوي صفر، ساين صفر تساوي صفر، وطبعا معنى الآلة، يعني انا لو حتى مش عارفها بس لما تكون عارفها يبقى افضل، يعني لو مش عارفها هعمل ساين صفر اديني صفر، وعندي كوزاين صفر يساوي واحد، كوزاين صفر ومعانا الآلة وتأكدنا وحسبناها ان كوزاين صفر تساوي كام، تساوي واحد. وعندنا بقى تان اللي هي ساين على كوزاين، يعني صفر على واحد بيساوي كام، بصفر. انا بقول الكلام ده ليه، لان انا عندي دلوقتي بقول انا عايز اجيب نهاية الدالة عندما الاكس تقول لي كام، تقول لي صفر، يبقى محتاج اكون عارف ان ساين صفر بكام وكوزاين صفر بكام وتان صفر بكام. طيب هنا نظرية قالت ايه، النظرية بتقول لي رقم واحد بقى، ركزوا معايا، اللي هو ليميت لما اكس تقول لساوي صفر لساين اكس على اكس، ساين اكس على اكس تساوي كام، دي نظرية، ساين اكس على اكس دي نظرية بتساوي واحد، ساين اكس على اكس بيساوي واحد. طبعا لو انا جيت هنا استخدمت التعويض المباشر، يعني حسب الكلام بتاعنا اللي هو هيساوي ليميت لما اكس تقول لصفر ساين صفر على كام، على اكس اللي هو خلينا الاول لسه او نكتب الدالة وبعد كده نعوض، يبقى ساين صفر عوضنا على صفر، طبعا ساين صفر بكام، بصفر، على كام، على صفر، دي طلعت كمية غير معينة. طيب في نظرية بتقول لي ايه بقى، يعني انت دلوقتي عوضت طلع الناتج صفر على صفر، طبعا هنا مفيش تحليل زي ما خدنا قبل كده ولا قانون، ولكن اداني نظرية. النظرية بتقول ايه، بتقول ان ساين اكس على اكس بتساوي واحد، ودي هنستخدمها كمعلومة، يعني هي لها اثبات طبعا ان ساين اكس على اكس لو انت عوضت تعويض مباشر طلع لك صفر على صفر، كمية غير معينة. طيب في نظرية بقى بحثت في الموضوع ووصلت للنتيجة دي، احنا هنستخدم النتيجة فقط، ان ساين اكس على اكس بتساوي واحد، ساين اكس على اكس بتساوي واحد. وايضا بالنسبة لليمت نظرية تاني اتنين اهوت، بيقول لي ليمت تان اكس على اكس لما اكس تقول للصفر برضو بيساوي واحد، تان اكس على اكس بتساوي واحد. طيب هنستفيد بايه بالكلام ده، تان اكس على اكس بتساوي واحد، طبعا لو عوضنا تعويض مباشر التان زيرو لو عوضت عن الاكس بصفر يبقى تان صفر يساوي صفر على صفر، برضو هتطلع صفر على صفر، كمية غير معينة. جت بقى النظرية برضو
نظرية قالت لي ها ان انا عندي تان اكس على اكس بتساوي 1. طيب ماشي، النظرية دي بقى هستخدمها في ايه؟ هستخدمها في ايه؟ ايوه هستخدمها بقى في النظرية رقم 3. يعني رقم 1 دي معلومة، دي نظرية او قاعدة معلومة ان ساين اكس على اكس بتساوي 1، وهنا تان اكس على اكس برضو بتساوي نهايتها بتساوي 1. دي معلومة ثابتة عندي هستخدمها. هستخدمها في ايه بقى؟ في نظرية رقم 3. بتقول ايه بقى؟ ليميت لما اكس تقول للصفر برضو ساين ايه اكس على اكس كده، ساين ايه اكس على اكس. هنا النظرية طبقا للنظرية رقم 1 ان ساين اكس على اكس بتساوي كام؟ بتساوي 1. طب ساين ايه اكس على اكس قال لي بتساوي الايه اللي هو مين؟ معامل الاكس. جت منين؟ جت بقى من نظرية 1. اثباتها مش علينا، احنا هنستخدمها فقط ان نظرية 3، نظرية 3 ان ليميت ساين ايه اكس على اكس لما اكس بتساوي 3 بتساوي ايه. طيب واحدة يقول لي ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده بسيط، ان لو جات لك ليميت اكس تقول لزيرو وجي عندك كده ساين 3 اكس على اكس، حسب النظرية دي على طول انت مش هتعمل حاجة، انت بتستخدم النظرية فقط، يبقى ساين 3 اكس على اكس يساوي 3 فقط. جت منين؟ طبقا للنظرية رقم 3 ان ساين ايه اكس على اكس يساوي الايه. طب ما انا عندي الايه ب3 وساين 3 اكس على 3 يساوي 3 بس كده وخلاص. طيب هنا لو جيت قلت بقى ايه؟ طبعا الكلام ده بسيط، كل الفكرة ادي ليميت لما اكس تقول لصفر اللي هو تام بقى، لو تان يمشي برضو تان 5 اكس على اكس على طول، دي حسب النظرية رقم 3 تان 5 اكس على اكس يساوي 5 اهو، ما فيهاش حاجة، استخدام مباشر للنظرية. ليميت لما اكس تقول لصفر، بس اكس تقول لصفر اللي هو ساين 4 اكس على اكس يساوي كام؟ يساوي 4. طيب ليميت ها مره ثانيه اكس تقول لصفر ساين 7 اكس على اكس حسب النظريه رقم 3 اهوت، يبقى ده يساوي كام؟ 7 بس وخلاص، هي دي النظرية وبحط الإجابة بشكل مباشر. طيب برضو في عندي قاعدة من برضو من النظرية رقم 1 اللي هي 4، اللي هو بيقول لي إيه؟ عندك ليميت ساين إكس، ساين إكس بس كده على بي إكس لما إكس تقول لصفر. يا ترى دي حسب القاعدة لو مفيش بي هنا يبقى ساين اكس على اكس بتساوي 1 حسب النظريه اللي خدناها رقم 1. طب لو ساين اكس على بي اكس قال لي بتساوي 1 على بي، 1 على بي يعني ايه؟ يعني لو جيت قلت ساين ليميت لما اكس تقول لصفر ساين اكس على 2 اكس، يبقى وانت على طول بشكل مباشر ساين اكس على 2 اكس تساوي 1 على الاتنين. لو انت عندك ليميت اكس تقول لصفر وعندي ساين اكس على سالب 3 اكس، يبقى دي بتساوي لو مفيش التلاتة دي ساين اكس على اكس بواحد. طب ساين 3 اكس تطلع التلاتة تحت في المقام 1 على سالب 3، وممكن نقول سالب 1 على 3 نطلع الاشارة السالب فوق. طيب رقم 5 بقى، ها نظرية رقم 5 او القاعدة رقم 5
طبعا الكلام ده ينطبق على النظرية رقم 4، على الساين وعلى التان، اللي هو ليميت لما اكس تقول لصفر تان اكس على بي اكس يساوي ايضا واحد على بي، يساوي ايضا واحد على بي. النظرية تنطبق، كل النظريات اللي احنا بنقولها دي تنطبق على التان وعلى الساين. رقم 5 بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي رقم 5، كل دي على فكرة قواعد بالقياس جاية من بعضها، ليميت لما اكس تقول للصفر يجي يقول لي ساين اكس على بي اكس. يا ترى بقى حسب القواعد اللي فاتت ده يساوي ايه؟ ساين اكس على بي اكس يطلع على طول، ها كلنا قلنا ايه بقى؟ ايه على بي، اللي هو الاي دي على البي دي. طبعا ينطبق الكلام ده على الساين وينطبق على القوزين. القاعده دي بنستخدمها، يعني هي ليها اثبات، احنا مش مطالبين بالاثبات، احنا بنستخدم المعلومه هنا فقط. يعني ليميت لما اقول ساين 7 اكس على كوزين 2 اكس، يبقى دي لما اكس تقول للصفر، هنا يبقى ايه بتساوي كام؟ بتساوي 7 على 2. بس خلاص، حسب القاعده، القاعده بتقول كده، ساين ايه اكس على بي اكس بتساوي ايه على بي. لما يجي يقول لي ليميت اكس تقول لصفر ويجي يقول لي تان 2 اكس على 5 اكس، دي كده نهايتها، مش هعوض ولا حاجه. القاعده قالت تطلع بتساوي معامل اكس فوق اللي هو 2 على معامله تحت اللي هو كام؟ اللي هو 5. طيب هل المساله تيجي كده وخلاص؟ لا بقى، مش هتيجي كده وخلاص، تعالوا نشوف المساله تيجي ازاي. المساله تيجي ازاي؟ ادي ليميت اكس تقول لصفر ساين 3 اكس على اكس، قلنا دي بتساوي 3، ها قلنا ايه؟ قلنا ليميت اكس تقول للصفر تان اكس على 6 اكس يساوي، قلنا 1 على 6، تمام. قلنا ليميت اكس تقول لصفر ساين 2 اكس على 11 اكس، قلنا دي بتساوي 2 على 11. كلام جميل، ادي هوت عندي القواعد اللي انا بستخدمها. تعالوا بقى ايه تيجي لي ازاي المساله؟ تيجي كده، ليميت لما اكس تقول لصفر ويجي يقول لي كده 3 اكس زائد ساين 2 اكس على 7 اكس. ساين 3 ليميت 3 اكس زائد ساين 2 اكس على 7 اكس، نركز معانا. طبعا هنا القاعده بتتكلم على ايه؟ خلي بالنا، القاعده بتتكلم على كسر، بيبقى بالشكل ده، ساين 3 اكس على اكس، تان 6 اكس على كام؟ على اكس، ساين 2 اكس على 11 اكس، تمام كده؟ طب المساله اللي عندي بيقول لي ايه؟ 3 اكس زائد ساين 2 اكس على 7 اكس. ببساطه خالص، علشان اقدر استخدم القاعده لازم تكون القاعده موجوده. طب القاعده فين موجوده؟ ده هنا 3 اكس زائد ساين اكس، هل ساين اكس على اكس مثلا؟ لا. طب نعمل ايه بقى؟ تعالوا معايا نعمل ايه؟ ببساطة خالص هنروح قاسمين كله على اكس، ليميت لما اكس تقول لصفر ونقسم كله على اكس. بمجرد ان انا اقسم كله على اكس المشكلة تنتهي، يبقى 3 اكس على اكس زائد ها ساين
اتنين اكس على اكس، وهنا سبعة اكس على اكس. كده طبعا المشكلة اتحلت. هنا قسمت كله على اكس، كله على اكس زي بعض، قسمت البسط على اكس والمقام على اكس. طبعا لما تقسم على اكس ايه اللي هيحصل؟ 3 اكس على اكس، تروح شايل دي مع دي، يفضل عندي كام؟ التلاتة زائد دي. بقى القاعدة قالت ايه؟ كده القاعدة ظهرت اهي، ساين 2 اكس على اكس نهايتها بكام؟ باتنين، وتشيل الاكس مع الاكس يطلع هنا 7، تطلع النهاية بتاعتي 5/7. طيب هكرر المثال ده مرة واتنين وتلاتة علشان الناس تستوعب معانا القواعد اللي احنا قلنا عليها. طيب ادي هوت عندي ليميت لما اكس تقول لصفر اهو، 6 اكس ناقص تان 2 اكس على ساين 5 اكس زائد 4 اكس لما اكس تقول لي كام؟ لصفر. طبعا هنا ما فيش قاعدة علشان اقدر استخدم النظريات اللي احنا خدناها، فبنقول ايه؟ بنقسم البسط والمقام على اكس، يديني ايه بقى؟ اهو يبقى دي ليميت بكتبها زي ما هي، ودي اكس تقول لزيرو اهو، ادي 6 اكس قسمنا على اكس ناقص تان 2 اكس قسمنا على اكس، وهنا ساين 5 اكس على اكس زائد 4 اكس على اكس يساوي، ببساطة خالص لما قسمنا 6 اكس على اكس فيها الكام؟ تطلع كام بقى؟ 6 اكس على اكس يبقى بتساوي كام؟ بتساوي 6 زائد. خلي بالنا هنا بقى ما نجيش، ما حدش يجي يقول لي الاكس تروح مع الاكس، لا ده تان اكس على اكس نهايتها حسب النظريه باتنين على طول، ما فيش اختصار ولا حاجه. تان 2 اكس على اكس، ما حدش يقول لي الاكس تروح مع الاكس هنا، لان دي زاويه دي اكس، دي ملهاش علاقه بدي، دي ملهاش علاقه بدي، ولكن تان 2 اكس على اكس مره واحده كده باتنين، ودي حسب النظريه. ما حدش تاني يجي يقول لي الاكس تروح مع الاكس هنا، الاكس تروح مع الاكس لما يبقى كده اكس زي الاكس بالظبط، يبقى هنا فيها الاربعه ماشي، انما هنا ما حدش يقول لي ده تروح مع ده ويقول لي 5. هو هيكتب 5 صح، ولكن هو مش عارف هي جه منين صح. دي ساين 5 اكس على اكس دي كلها نهايتها بكام؟ ب5. دي ناقص، معلش دي ناقص، نيجي بقى نحسب يبقى بتساوي كام؟ 6 ناقص 2 يساوي 4، و5 زائد 4 يساوي كام؟ يساوي 9. طيب ادي مثال تاني، او تعالوا نشوف بعض الاسئله، بعض الاسئله على اللي ممكن تيجي على الجزئيه دي. رقم واحد يجي يقول لي ايه؟ ها ليميت اكس تقول لصفر لساين 3 اكس على 2 اكس يساوي، ها يساوي 2 ولا يساوي 3 ولا يساوي 3 على ال 2 ولا يساوي 2 على 3. طبعا حسب النظريه ساين اكس على ساين 3 اكس على 2 اكس يبقى بتساوي معامل الاكس في البسط 3، وهنا كام؟ هنا 2، ادي 3 على ال 2. طيب مسألة تاني يجي يقول لي ايه؟ ليميت اكس تقول للصفر تان اكس على 7
اكس بتساوي، ويجي يقول لي كام، ويجي يقول لي واحد، ويجي يقول لي سبعة، ويجي يقول لي ستة، ويجي يقول لي واحد على سبعة. طبعا هنا تان واحد على تان اكس على سبعة اكس، هنا فوق معاملها كام؟ واحد، وتحت الاكس معاملها سبعة، يبقى المفروض ده يساوي واحد على سبعة، يبقى دي واحد على كام؟ على سبعة. يجي يقول لي مسألة تاني، ليميت لما اكس تقول لصفر تان تلاتة اكس على خمسة اكس يساوي، ويجي يقول لي الف خمسة على تلاتة، ولا تلاتة على خمسة، ولا خمسة، ولا كام؟ تلاتة. طبعا حسب القاعدة، حسب النظرية بتاعتنا، حسب النظرية بتاعتنا، هنا معامل ده في البسط تلاتة وفي المقام يبقى خمسة، يبقى نهاية دي كلها تلاتة على كام؟ على خمسة. دي تمارين مباشرة هيت على نهاية الدوال المثلثية، واعتقد ان جزئية سهلة وبسيطة. ممكن يجي يقول لي مثلا ايه؟ ليميت ساين اتنين اكس على تان تلاتة اكس لما اكس تقول لصفر، وده بتساوي اتنين على تلاتة، ولا بتساوي تلاتة على الاتنين، ولا بتساوي اتنين، ولا بتساوي تلاتة. طبعا هنا حد هيقول لي مفيش ساين اتنين اكس على اكس، ممكن اقسم البسط والمقام على اكس، ادي اكس تقول لي كام؟ لصفر. تعمل كده، طالما مفيش اكس اقسم انت على اكس، يبقى ساين اتنين اكس على اكس، وهنا تان تلات كام؟ تلاتة اكس على كام؟ على اكس. طبعا دي كلها تساوي كام؟ اتنين، وتان نهاية حسب النظرية يساوي كام؟ تلاتة، يبقى بتساوي اتنين على تلاتة. طبعا في البداية لو حد بص المسألة ساين اتنين اكس على تلاتة اكس وقال لي اتنين على تلاتة، هو ممكن يكون بالصدفة جت معاه علشان شاف اتنين فوق واتنين وتلاتة تحت، قال اتنين على تلاتة، ولكن علشان تطلع اتنين على تلاتة تطلع كده، فممكن واحد يقول اتنين على تلاتة وما يبقاش فاهم الخطوات دي وتيجي معاه بالصدفة صح، ولكن احنا لازم نكون فاهمين واحنا بنحل. ادي ليميت لما اكس تقول لصفر، ويجي يقول لي ايه بقى؟ تلاتة اكس ناقص تان اتنين اكس على ساين تلاتة اكس زائد اتنين اكس بتساوي كام؟ طبعا عشان نحل دي يبقى ممكن يقول لي الف بتساوي تلاتة اتنين واحد، ممكن يجي يقول لي واحد على خمسة. طبعا علشان احل المسألة دي احنا قلنا قبل كده هقسم البسط والمقام على اكس، هو بس الخطوة دي الخطوة اللي انت هتعملها، تقسم البسط والمقام على اكس. طالما الساين، بص بقى، طالما الساين والكوزاين مش مقسومين على اكس، اقسم كله على اكس بسط ومقام، يبقى تلاتة اكس على اكس ناقص تان اتنين اكس على اكس، وهنا ساين تلاتة اكس على اكس زائد اتنين اكس على اكس، طبعا هيساوي ايه؟ الاكس تروح مع الاكس خلاص، يبقى فيها الكام؟ يبقى فيها التلاتة. هنا بقى ناخد بالنا بس من الاشارات دي، ناقص وتاني اتنين اكس على اتنين كلها كده نهايتها كام؟ اتنين،
على ساين 3 اكس على اكس، دي كل نهايتها 3 زائد دي زائد اهيت 2، يبقى 3 ناقص 2 بواحد، و 3 زائد 2 بكام؟ بخمسة. يبقى ادي الاجابة الصحيحة. كده يبقى احنا خدنا الدوال المثلثية، خدنا الدوال المثلثية، عرفنا يعني ايه دوال مثلثية، وعرفنا نجيب نهاية الدوال المثلثية. وكده بنكتفي في هذه المحاضرة بهذه الجزئية، والمرة القادمة نستكمل بقى نهاية الدوال المثلثية. نهاية الدوال المثلثية خدناها، نستخدم بعد كده بقى تفاضل الدوال المثلثية وتكامل الدوال المثلثية. أشكركم وأتمنى أن تكون المعلومة سهلة وبسيطة وكل الناس استوعبت، والسلام عليكم.